إيران تعرف أن ليس هناك حرب تقليدية، وإنما يسمى حرب بين حرب، بين الحروب، حرب بين حربين، وهي أن إنهاك إيران. وإيران الآن كما جاء في تقريركم في حالة إنهاك. هل تعرف أن أكبر جالية تشتري أملاك في تركيا من؟ هم الإيرانيين، وبعدهم يجون العراقيين. هل تعرف ملايين الأتراك في أمريكا وفي غيرها؟ وهذا يدل أن الشعب الإيراني غير مرتاح. اللي حصل هذا المعركة الإلكترونية وغير ذلك والتواصل الاجتماعي هي الآن سلاح ذو حدين. فإيران تملك أكثر من هذه معلوماتي قبل 5 سنوات 174 محطة تلفزيون تمول تحت دائرة الإعلام الإسلامي. هذا الآن بدأ يلعب دور أساسي في المنطقة العربية، مستغلا شعارات باسم إسرائيل، باسم أمريكا، باسم كذا، وباسم الشيعة. والآن ما حصل أن أبناء العرب الشيعة تحديدا ثاروا على إيران في العراق، وبدت ملامح ثورتهم في مصر، في لبنان، وأما في سوريا فليس من مصلحة العلويين، وهم ليس بالحقيقة شيعة تابعين إلى ولاية الفقيه، وليس من مصلحتهم تهجيم سوريا لمصلحة إيران. كل هذا التحول يحتاج إلى مقاربة عربية ليس مقاربة انفرادية. والخطوات اللي جمت، كيف نسترجع قطر إلى الحضن العربي؟ كيف نسترجع سوريا للحضن العربي؟ كيف نسترجع ليبيا إلى الحضن العربي؟ هذه عملية طويلة وإرادة لها جهود. بالطبع هذا يجب أن يكون عندنا خطاب متنور يخاطب الشعب الإيراني ويؤكد له أن سلامتكم واقتصادكم مرهون بأن المنطقة تستقر. كفاية هيمنة إيرانية، وإذا العرب انتقدوا هيمنة صدام على الكويت فالعرب نفسهم ينتقدون هيمنة إيران على العراق. الآن السؤال الكبير أمامنا، هل قدرة العراقيين أنفسهم أن يوحدوا موقفهم في هذه الوضعية؟ أنا أقول لك لا يزال الطرف الكردي يناور ويقول أنا أتعاون مع الكتلة الأكبر. عزيزي، حان الوقت لا تنظر لقضيتك من منظار كردي فحسب، لأن لا وجود لحل كردي كما واضح أن لا مجال إلا ضمن العراق. فإن تركيا تضرب، إيران تضرب، الملجأ الوحيد للكرد العراقي هو دولة عراقية محترمة. طيب. اثنين، العرب السنة أدركوا أن صراعاتهم وتنابزهم كان خدمة إلى إيران، وأعتقد الآن هناك محاولة لتوحيدهم. كذلك الآن لأول مرة يدخل البرلمان عناصر شيعية غير تابعة لأحد، متمثلة بروح تشرين.